Of course there's no food. صباح الخير، السلام عليكم. لازم بريكفاست، احتاج فطور، وتعرف رجعتي للنادي القوية احتاج اوتميل. اوتميل اللي هو الشوفان، ففي البراندات هذه مرة بطلة، والحبتين بتسعة وتسعين سنت. يا اخي المشكلة البراندات هذه لما تكون رخيصة طعمها يكون مرة تعبان، بس يا اخي لو اقدر اجربها. والله مرة طعم جيبه صراحة، والله مرة عجبني. لا ما دام كذا لازم اخذ كثير اجل. طبعا لازم الصباح، انا احب الكافيين، فلازم قهوة. هنا يقول لك في قهوة ستاربكس 99 هللة، مستحيل، بس let's give it a try. لا تستاهل، تستاهل، اشتري منها كثير. شكرا لانك قلت لي، لانه قلت ستاربكس 99 سنت والله مرة ما ينفع. let's go. طلعنا من ال 99 سنت ستور، طبعا الحساب طلع تقريبا $27، يعني تقريبا 90 ريال. وليه اسمه 99 سنت ستور؟ لانه كل شيء 99 هللة، او تقريبا كل شيء 99 هللة، لكن مو كل شيء موجود، يعني بعض الاشياء موجودة. ف يا اسالوه، ارمي لي علبة الموية نسيتها. كل اللي يسأل محمد كيف تصور اللقطات اللي فوق حقت السيارة، دائما اصورها من فوق هذا، بس انه احط ترايباد. وصلنا الجامعة، لازم اروح اطبع كم شيء. الان موسم الاختبارات اللي هي قبل السبرينج بريك، في امريكا يتقسم الترم لاربع اقسام. عندك الاختبار الاول قبل السبرينج بريك، السبرينج بريك اللي هي عطلة الربيع اذا ما كنت مخطئ، وبعدها في اختبار، وبينه وبين النهاية اختبار، وبعد اختبارات النهائية، فكله باب 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 باب، تلاقي الواحد اي 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 ورا بعض. ف let's go to campus and print some paper. طبعا هذه جامعة البزنس، اللي يسأل جامعتي اللي جلست فيها تقريبا سنتين اتوقع سنتين. طبعا الجامعات في امريكا تعتبر زي المدن، يعني تخيلوا عندكم ناس يجوا هنا اربع سنين خمس سنين، يناموا هنا، ياكلوا هنا، يتمرنوا هنا، يعيشوا هنا، يتزوجوا هنا، ما يطلعوا برا الحرم الجامعي. ليه؟ لانه هي بكبرها مدينه كامله. It's crazy. لو في درون واقدر اوريكم اللقطات من الجامعه عشان تفهموا اكثر، بس نقول 1 2 3. قبل شوي هذا الشخص قاعد يقول لي ليه عندك كاميرا وش قاعد تسوي؟ قلت له انا يوتيوبر. اخذنا الحديث، وصلنا لين ما قاعدين نتكلم عن معدل الجامعي، ما ادري، على طول قال لي مي جيت يو نمبر، اعطيني رقمك خلينا نصير اصحاب وزي كذا. فاحيانا الكاميرا لبعض الناس، خاصه الناس اللي ودها تبدا في اليوتيوب، يقول لك يا اخي استحي، انت ما انك فاهم انه الناس اللي جنبك وانت حامل الكاميرا هم مستحين اكثر منك. يعني اشوف الناس تمر مني يمين يسار، ما عندي مشكلة، صارت خلاص الكاميرا جزء مني، فاهمين كيف؟ فلكل أحد وده يبدأ أي شيء في حياته، just try, give it a try، جرب بس. okay, let's go to downtown. ركبوا شيء في المواقف، والله يا يخوف، ما تقدر توقف وإذا أنت ما عندك تصريح، مخالف على طول. دحين بوريكم إياه. طبعا هذه مواقف السيارات، فجأة بوف المركز هذاك، والله كأنك في فيلم. سيارتي العزيزة الحمد لله ما في مخالفات، شوفوا حتى اللوحة هنا ما في أي لوحة هنا لأنه انكسرت مرة. يا أخي في سالفة بتكلم، في سالفة بتكلم لكم هي اللي محمد.
يا اخي انت ليه مثلا سيارتك قديمه؟ ليه مو ساكن مع اهلك؟ ليش مثلا انت واخوانك بعيدين عن اهلكم؟ الاسئله ذي دائما تجيني. كيف عايشين؟ من وين جيبوا فلوس؟ هل انتم موظفين؟ يا اخي الشيء هذا مره صعب. ف خلينا نروح الداون تاون. Let me get some coffee because I need to wake up. Let's go get it, family. Can I play right now? Yeah, yeah. Go ahead. Okay. Booklet. Really? Wow. قبل ما اروح المقهى جيت الاسلاميك دعوة سنتر. دقيقة ايش بالاضاءة كذا مرة تعبانة. Come on. فما شاء الله الرجال اعطاني بطاقته قال لي اباك تظبطنا وتسوي لنا مقطع زي كذا ما كلام ذا. لكن اللي ما يعرف هذا المسجد كان اصلا بنك وجاء لا يا اخي هذه السالفه مو قلتها انا قبل. المهم بقولها ثاني. لاعب في الام بي اي في كره السله الامريكيه اسلم وجاء واشترى البنك وخلاه متحف اسلامي وخلاه مسجد. يا اخي شيء حلو لما تشوف في دوله غير مسلمه اشياء كبيره زي كذا واي احد يقدر يجي. المهم كثرت كلام. Let's go get some coffee. المواقف يا عمي عشان لا يسحبون السيارة. أهم شيء تكون واضحة زي كذا. هذه هيوستن. هذه تعتبر المنطقة التاريخية. مشكلة المناطق هذه ليه ما أصورها؟ صح حلوة يعني ما شاء الله المنظر شوفوا كيف. بس المشكلة إنه أول شيء زحمة، ثاني شيء ما في مواقف، ثالث شيء ليش الإضاءة كذا؟ يا أخي مشكلة ما تصور را. والمنطقة مرة حلوة. ثاني شيء مرة غالية، يعني أي شيء بتشتريه بوف تصرف مبالغ جدا كبيرة. أنا فين المقهى حقي؟ هذا هو. لا والله طلع اسم المحل بوم تاون كافي. متأكد طلع بار يا راجل. المشكلة كلها زي بعضها، أول ما تدخل يوه تشم الريحة تقول بطلت، هذا مرة مو مقهى. فهذه الداون تاون. محمد ليه ضارب مشوار لين هنا يعني؟ بقابل واحد عندنا كم شيء لازم نتكلم عليه على المشروع اللي تكلمنا عنه زمان فاهم كيف، بس ما بطفشكم فيه، أبغى لما يكتمل أتكلم فيه. No, it's a video for my YouTube channel. If you don't mind. We do actually have. بق مقهى مرة أهبل. ممنوع تصوير، ممنوع الكلام، ممنوع مدري، ممنوع كل شيء، ممنوع. الناس كلها جالسة جوا بسماعات. سكوت. يا راجل. المهم حاول احط لكم كاميرا هنا عشان ارد على كم سؤال. اول سؤال محمد، ليش اهلك عايشين في السعوديه؟ ابوي بعد ما اسلم حب انه يعيش في السعوديه، اوكي؟ ليش نحن في امريكا؟ انا درست الابتدائي والمتوسط والثانوي كلها في السعوديه، فلما جاء وقت الجامعه الجامعات في امريكا اكيد افضل من جامعات السعوديه، فرجعت لبلدي ادرس في جامعه. ثاني سؤال محمد، انتم كيف عايشين؟ هل تصرف على انفسكم كيف؟ أهلي الحمد لله والشكر لله يحاولوا قد ما يقدروا، فوالدي هو اللي مساردنا في الشيء هذا. ثالث سؤال، هل أعيش حياتي كلها في أمريكا ولا في السعودية؟ يا جماعة وين ربي يكتب الخير؟ ممكن السنة هذه أكون في أمريكا، ممكن السنة بعدها أكون في السعودية، ممكن السنة اللي بعدها أكون في الصين. I don't know. يعني سؤال جدا عام وجدا صعب إني أجاوب عليه. هل ودي أكون مع أهلي؟ أكيد، لكن في نفس الوقت انا عارف انه اهلي ودهم يعني انه انا كمان ابدا في حياتي واقدم اللي اقدر عليه وانجح اسس مره مختلفه. فهل حيكونوا من الناس اللي لا لازم تسكن عندنا ولازم هذا؟ اكيد لا، يعني في النهايه يبغوا يشوف ولدهم ينجح، فاهمين كيف؟ فهذه الاسئله صح شخصيه لكن ودي تعرفوا عنها اكثر. توقيت الباركينج بيخلص فخلينا نروح. يا اخي التقاطع هذا يذكرني في نيويورك سيتي، والله كأنك في نيويورك، فاهمين كيف؟ بقول لكم شيء، أكثركم دائما يقول لي محمد أو مو يعني مو أنتوا تقولوا لي، أنا قاعد أقول لكم صراحة إنه أنت مقيدنا من ناحية في فيديو يوم الثلاثاء وفيديو يوم الجمعة، فاهمين كيف؟ دقيقة الإضاءة. ف هذا صار الشيء يعقدني. ليه يعقدني؟ اوه ثلاثاء لازم اضبط هذا. وشي ما تعرفوا انتوا الفيديو ينزل عندكم الساعه 3 العصر،
انا ينزل عندي الساعه 6 الفجر، فدائما صاحي، دائما قاعد احاول اني اقدم لكم افضل محتوى، لكن الوقت مره قصير. يعني انتوا تخيلوا كل يومين ونص لازم انزل مقطع واصوره وامنتجه، ودحين اترجمه. I gotta translate now. فصار في شيء يعني صعب، فانا اباكم تسوي لي شيء واحد بس، طلعوا التنبيهات. ليش؟ انا خذوها مني الان اقول لكم اياها، حنزل مقطعين لثلاثة مقاطع كل اسبوع. متى؟ ان شاء الله ثلاث وجمعة، لكن اذا ما نزلت مو تسحب على القناة، فاهم كيف؟ ارجع، لانه حينزل مقطع في النهاية، مو انه والله سحب مرة علي. يعني في ناس كثير يقول لك دقيقة، خلاصة الكلام، اعرف بعضكم يقول لي محمد تكلم كثير في الفلوقات، والله بس عشان ابا اوصل شيء صافي بدون لف ودوران لكم، فاذا كلامي كثير اتاسف على الشيء هذا، احاول دائما اختصر. فهي اليوتيوب مرحله، وانا يعني في النهايه فلوجر، فكثير من الناس يقول لي محمد ليه ما تطلع هناك وتصور لنا، ليه ما تروح تشتري هنا تصور، ليه ما تجرح الاماكن هذه، تطلب فلوس وانا طالب، وفي نفس الوقت يعني انا قاعد احاول اجيبها من طرق مره مختلفه، انتاج مختلف، الوان مختلفه، اتقابل مع ناس، قصص. فهذه الاشياء تتطلب دعمكم. لما انا اشوف الارقام بدات ترتفع، السبسكرايبرز يعني صراحه علقنا على 95-94 لنا شهر، والله عيب. يعني ما بقارن نفسي في الناس الثانيين، لكن صراحه انا اشوف ان المحتوى خارج قناتي مو ذاك القوي، لكن الدعم عندهم جدا بطل. فانا ما بتذمر او ابرر نفسي، كل بقول الحمد لله اللي انا فيه، والمستقبل مشرق باذن الله معاكم، واعرفكم انكم ما حتقصروا معي. ويلا نروح النادي، لانه القهوه بتعطيني باور كامل. واو قاعد ازيد كلام. فكيف الهوري؟ نغير اللفه كمان. كيف الهوري؟ اشياء جديده اقول لك، وانا قاعد احاول بس انتوا معي يعني. هق هق هق. طبعا ضفنا الخلطه السحريه، وهذا لازم تجلي يا اخي، والله دي مشكله. بس اللي حساويه اليوم حناكل يا 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 الله يا بقعه كم. اي فليكس مومن، ايش هي بوزيتيف فليكس؟